باب إثبات حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد، زاد البخاري في رواية بعد 8 سنين صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، زاد البخاري في رواية وإن موعدكم الحوض، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض. فرط، الفرط الذي يتقدم القوم إلى الماء ليهيئ لهم ما يحتاجون إليه.